Spero di bilungi. Astaghfirullah. تصور ترى نيت سليمه يا ابوي يقصد يدي ودي الوجه لا لا كذا ايوه بس تمام شوف واحد لا اعكس احسن لو كيف طيب واضح بالنسبه لتشكيلات البحث يا شباب طبعا احنا عارفين فورم كل اوف ذا باز اند باند اوف ذا سيمينال فيزيكال تمام بيهايند نيك اوف يورينري بروبلم طولها حوالي 2 سم بس زي ما قلت لكم الفورم كان شورت 2 سم خلاص It order in the colliculus seminaris in the prostatic urethra. Colliculus seminaris, احنا كده انا لو البروستات دي اعرف اعضاء كده انا قسمتها في النص اليوريثرا جواها مقسومه معاها خدت البوستيريو بارت انا وسبت الانتيريو بارت البوستيريو بارت ده بقى البوستيريو وول بتاع البروستاتيك يوريثرا. البوستيريو وول بتاع البروستاتيك يوريثرا بقى فيه اليفيشن هنا في النص وفي ديبريشنز على السايد. السايدز ديت الديبريشنز ديت اسمها بروستاتيك ساينسز. بروستاتيك ايه؟ ساينسز. اللي بتفتح فيها الضغطس بتاعت البروستاتيك جلاندز. تمام؟ اما الجزء الاليفيتد ده اللي في النص اللي هو يبقى فيه هنا اليفيشن اسمه ايه؟ حته ايه؟ اوفر ان شيب اسمها كوليكلاس سيمينالس بيفتح فيها ثلاث حاجات. حاجتين منهم ايجاكلوست ضغطس اثنين والثالثه اللي هي البروستاتيك ليبركل ودي ريمنت موجوده طبعا في ميل اصلا انما ريمننت في الميل خلاص مرتبط تمام ده الجزء بتاع الجاكلوتري اما الجلاندز بقى فاحنا هنتكلم على السيمينال فيزيكال والبروستات والبالب والريترال جلاند تمام او كوبرز جلاند لما نمسك السيمينال فيزيكال هتلاقيه شكله طبعا موجود بيهايند الايه اليورينري بلادر عند الفندس او البيز بتاع اليورينري بلادر يا شباب و بيبقى لاترال للامبولا اوف ذا سيمينال الامبولا اوف ذا فاز ديفرنس و ساكيوليتد زي ما انتم شايفين كده واضح وبتتحد مع الفاز عشان يعملوا لي ايجاكولاتر ايه؟ طبعا فورمة اوف تو ساكيوليتد جراندز 5 سم لون بيهايند يوريا بلادر لاترال تو ذا امبولا انتيريور تو ذا ريكتم يعني الريكتم بيبقى خلفها تمام؟ هايلي كولد تشوف والضغط اوف ذا فاز جوين معاها عشان تعمل ايجاكولاتوري ايه؟ ضغط. السكريشن بتاع الجلاند دوت الكلاين وبتدي حوالي 65% من الفلويدز بتاعت السيمين في الايجاكوليشن خلاص؟ وبتبقى الكلاين ليه؟ الكلاين علشان تعمل نيوتراليزيشن للاسيدتي بتاعت الفاجن. اسيدتي بتاعت الفاجن. غنيه بالفراكتوز السكريشنز بتاعتها. الفراكتوز ده عشان يعمل نورشمنت للايه؟ للسبيرمز. طب حد يقول لي ليه طول الابيديدمس 6 متر؟ ليه ربنا خلق الابيديدمس طوله 6 متر؟ ليه؟ عشان يعمل اولا في ستورج اوف سبيرمز اند ماتيوريشن الحركه بتاعتها في طول ال 6 متر ده بيحصل لها ماتيوريشن السبيرمز في طول الطويل ده. واضح؟ السكريشن 60% اوف ذا سيمن والكالاين وكونتين فراكتوز. الارتيريا سبلاي بتاع السيمن فيزيكال احنا قلنا الفراكتوز عشان اللارجمنت والالكالاين. الارتيريا سبلاي بتاع السيمن فيزيكال في تو ارتريس واحد اسمه انفيرور فيزيكال والثاني ميدل ايه؟ ريكتال والاثنين دول برانشز من ارتري اسمه انترنال الياك ارتري. انترنال الياك ارتري. خلاص؟ الفينوس درينج بتروح بالبلكسس اوف فينز البلبس ريتش ان فينوس بلكسس مش مجرد فينز كده بتعمل درينج بلكسس ايه بتعمل درين للفينين اكبر اللي هو الانترنال الياك فين فالبلكسس اوف فينز اللي درين السيجنال فيزيكال الفيزيكال بتاعت اليورينال بلادر قدامها البروستاتيك بتاعت البروستات تحت منها على طول ريكتا فينوس بلكسس بتاعت الريكتا من الخلف خلاص يبقى بروستاتيك وفيزيكال وريكتا فينوس بلكسس اللي درين للانترنال الياك فين انترنال الياك
فين. خلاص؟ بالنسبه للريكتال طبعا يعني كومبليكيشن الفاكت رينج بتاعنا بالنسبه للسيمينال فيزيك بتودي الاكسترنال اريا كلينف نودز والانترنال اريا كلينف نودز. ومن الاسم انتوا عرفتوا بقى ايه لما جبت لكم سيره الاكسترنال اريا ايه مع ما قبلها عرفتوا ان external iliac means along with external iliac artery. صح؟ nerve supply vesical plexus of nerves vesical plexus of nerves. البروستات جلاند دي بروستات طبعا مهمه وتملي تسمعه عن الناس في السن الكبير ما بقاش كبير قوي يعني بعد ال 45 سنه تقريبا في ناس بيحصل لهم هيبرتروفي بتكبر خلاص. والبروستات جلاند انا هتكلم من ناحيه الاناتومي انما مش هتكلم على اللوبس بتاعتها عشان اللوبس اختلفت اتغير الكلام عندها فهتاخدوا الكلام منها في الاستولوجي والباثولوجي احسن مني انا عشان هم قسموها لزونز دلوقتي احنا بنقسموها لوبس انما هم دلوقتي بيقسموها لزونز والزونز ده هو الشغل ايه السليم اللي شغالين عليه دلوقتي خلاص. فانا مش هقول لكم اللوبس بالتفاصيل انما هقول لكم التقسيمه بتاعتنا ازاي بس مش هي دي اللي ماشيين بيها دلوقتي خلاص يا شباب. بروستات جلاند سنجل جلاند الدايمنشنز بتاعتها الانتروسيدو 2 سنتي الفيرتيكال الفيرتيكال 3 سنتي والترانسفيرس 4 سنتي يبقى انتروسيدو 2 فيرتيكال 3 ترانسفيرس 4 سنتي. لايس بيلو ذا نيك اوف ذا رينر برادر ادي رينر برادر النيك بتاعتها هنا تحت دماغها على طول بيهايند ذا لور بوردر اوف سيمسس جلوبس. عارفين السيمسس جلوبس طبعا كلنا عارفين السيمسس جلوبس ها سيمسس ايه جلوبس يبقى بيهايند ذا لور بوردر اوف سيمسس جلوبس سراوند ابر بارت اوف يوريسرا اللي هتسمى بقى ايه بروستاتيك سراوند باي فايبرس كابسول لها تو كبسولز لها تو كبسولز او تو كفرنجز في فايبرس كبسول وحوالين منها في فاشن خلاص سراوند باي فايبرس كبسول او سايز كبسول في فايبرس شيس درايفز فروم فيريتيك فاشن يبقى لها تو كبسولز خلاص فايبرس كبسول وشيس بروستاتيك شيس جاي منين من البلفيك فاشن من البلفيك فاشن يبقى تو كبسولز او تو كفرنجز طبعا انفيرتد كون خلاص ليها بيز وليها ايبكس خلاص وفور سيرفيسز يعني انتيريور بوستيريور ولاترال لا ازاي ميديا في النص خلاص يبقى انتيريور بوستيريور تو لاترال صح كده؟ كارليشنز بسرعه الايبكس شايفين الكولاترال البروستات خلاص دي الايبكس تحت منها لا دي بس دي طالعه منها طالعه خلاص الابكس دايركتد داون وورد اند ريليتد نيوروجينيتال دايفريم لو رجعت الصوره اللي قبل كده شايفين دي ماسل خلاص الماسل ده هي المفشه اللي فوق والمفشه اللي تحتها مع بعض يعني دي حاجه اسمها نيوروجينيتال دايفريم دي الريليشنز بتاعت الابكس خلاص هي الكوكسيجيس ولا لا الماسل دي لا دي ترانسفيرس ماسل دي حاجه ثانيه خالص اه ده هتاخدوها مع الدكتور نادر في البرينيه ان شاء الله هيكلمك عن الماسل المحاوطه اليوريثرا الجزء ده من اليوريثرا اسمه ميمبرنس يوريثرا سراوندد باي ماسل لف حوالين منها كده مع الفاشيه اللي فوق واللي تحتها عاملين حاجه اسمها ايه؟ خلاص الماسل مع الفاشيه اه الاسبوع الجاي ان شاء الله ماشي؟ دي الاكس البيز البيز دايركت ابورد لفوق صح؟ تبقى ريليتد للنيك بتاعت الايه؟ البلادر وبيرست لايه؟ اليوريثرا صح كده؟ تبقى ريليتد للنيك بتاع البلادر ومعدي منها اليوريثرا صح؟ صح البوستيريور سيرفيس اللي ورا ده تتوقع هيبقى ريليتد لمين؟ الريكتم صح؟ طب والايجاكولاتوري داكتس بقى بتخش البروستات والبوستيريور سيرفيس شايفين؟ ايجاكولاتوري داكتس ماشي؟ يبقى الايجاكولاتوري داكتس بتعدي من البوستيريور سيرفيس وخلف البوستيريور سيرفيس في الامبولا اوف ذا ريكتم، الريكتم في الحته دي بيبقى دايليتد شويه بنقول عليها امبولا اوف ذا ريكتم. الانتيريور سيرفيس بيهايند لور بوردر اوف سينسيس بيوبس. لور بوردر اوف سينسيس بيوبس.
اما لاترالي فريليتد ده طبعا اللي فيتو ايداي مصر، عارفين اللي فيتو ايداي مصر مش عارفينها درستوها الاسبوع الماضي طبعا ايه من النو ماسلز المهمه في البلفس اللي فيتو ايداي خلاص. يبقى انا عندي هنا عرفنا الريليشنز بتاعت ايدز البيز بوستيرير سيرفيس انتيرير سيرفيس لاترال سيرفيس تمام. الداكس بتاعت البروستات جلاند بتفتح حاجه اسمها البروستاتيك ايه ساينس بروستاتيك ساينس خلاص على الاتش سايد اوف اليوريثرال كريست. ايه هو بقى اليوريثرال كريست؟ اسمه اليوريثرال كريست. طب الحته فين مكوره ده هي اسمها ايه؟ سيمينال كوليكتس خلاص. الخط ده كريست خلاص. نصه هنا في حته اليفيتد كده سيمينال كوليكتس اللي فتح فيها ايجاكيولاتوري داكتس. والعجب بتاعها عادي دي لا العجب وش دي بروستاتيك ساينس لا لا فتحه ما هم دول ايجاكيولاتوري داكتس لا العجب ودي اللي بالساينس دي الداكتس بتاعت البروستاتيك جلاندز نفسها الداكتس بتاعتها بتفتح هنا شايف ماشي من اتش سايد اوف ذا ريسر كريست. طب بتدوس سيل ميلت سكريشن حوالي 25% وبرضك الكالاي عشان بيعمل ايه نيوتراليزيشن للاسيتس بتاعت الفاجن زي طبعا خلاص. يبقى 60% من السيمينال فيزيكال من الفلويد يعني و25% فلويد من البروستات والاثنين الكالاي والاثنين ايه؟ الكالاي خلاص. بس بتاعت السيمينال فيسكل بتمتاز ان هي فيها عنصر الايه؟ الفراكتوز. اليوريثرال تو ايجاكيولاتري داكتس ترافيرس ذا بروستات ديفايدنج ات انتو فايف لوبس. اللوبس بقى اللي انا بقول لكم عليها دي مش مهمه. علشان اناتوميكالي ممكن نتكلم عليها نقول اناتوميكالي يعني نقول كده انما ريلي في الباثولوجي ما بيعتمدوش عليها. يعملوا حاجه اسمها زونز دلوقتي 3 زونز خلاص؟ انت عندك اليوريثرا معديه كده صح؟ والايجاكولاتري داكت هي واحده وطبعا في واحده ثانيه مظبوط؟ اللي بين احنا بنقولوا ايه بقى؟ بين اليوريثرا والايجاكولاتري داكت الحته دي نقول عليها ميديان لوب خلاص؟ وقدام اليوريثرا انتيريور وخلف اليوريثرا بوستيريور خلاص؟ طب وعلى الجناب؟ رايت وليفت رايت وليفت ايه؟ مش هنقول عليهم ايه؟ فايف لوبس مش مهم. طبعا هايبرتروفي اوف ذا بروستات جلاند بعد سن ال 50 الكلام دوت بقى يعني بعد ال 40 بنشوفها كمان ان بيحصل هايبرتروفي في الجلاند والميديان لوب اللي هو ده بيبقى اليفيتد لفوق شويه كده ويرفع لي اليورينري بلادر بحيث ان هو بيأثر على الاكتيوريشن بيخلي الاكتيوريشن فيه ايه؟ صعوبه بيخليه ايه ضعيف شويه. دكتور اتفضل وش السبب؟ سبب ان هو الانفليشن هايبرتروفي دوت مع السن علشان الهرمون التستوستيرون بيزيد زياده عن اللزوم فلما بيزيد عن اللزوم بيعمل المشاكل دي. طبعا انت هتدرسها ما اعرفش الاسبوع ده الاسبوع الجاي بروسبكت تفاصيل في الباثولوجي واللي هي الهايبرتروفي بيحصل الكلام ده كله بتاع الباثولوجي ماشي. طيب الارتيريا سبلاي بتاع البروستات جلاند ده الارتيريا سبلاي بتاعها بيجي لها من 3 ارتريز الانترنال فيرتبرال فيلس بريكسس دي درين الفيرتبرال كولون كمان ماشي. يبقى البروستات بريكسس هتعمل درينج للبروستات الانترنال فيرتبرال فيلس بريكسس هتعمل درينج للفيرتبرال كولون الاثنين فيكم كوميونيكيشن ولا ما فيش؟ فين وفالفلس فالفلس يعني ايه؟ مفتوح يعني يروح من الاتجاه ده او ده هنا او ده خلاص. طب لو حصل بروستاتيك كانسر ممكن يحصل ميتاستاسيس عن طريق البلاد لمين؟ الفيرتبرال ايه؟ عشان كده ساعات البروستاتيك كانسر يبقى اول علامه ليها باك بين يجي يشوفوا انفستيجيت يلاقوا ان في ايه ميتاستاسيس البروستاتيك كانسر للفيرتبرال عرفت سببها ايه؟ ايه عن طريق عن ايه هو هنا
البروستاتيك فينوس بريسس ده هي عامله كوميونيكيشن مع الانترنال فينوس بريسس باي فالفلس فينز خلاص. فيبقى ايه من اي اتجاه الدم ممكن يروح من هنا لهنا او من هنا خلاص. بالنسبه للفاتيك درينج البروستات الانترنال اريا كلينف نودز والنيرف سبلاي انفيريور هايبوجاستريك بريسس. طبعا النيرف الانفيريور هايبوجاستريك بريسس بتنتج سمباثيك وبارا سمباثيك. السمباثيك مسؤول عن الايجاكيوليشن والبارا سمباثيك مسؤول عن الايجاكيوليشن خلاص. بعد كده البالبيوريثرال جلاند احنا عندنا هنا الرسمه دي جميله قوي بتبين لك اليورينري بلادر البروستات والبروستاتيك يوريثرا عليه. بعد ما اليوريثرا بتطلع من البروستات بتمشي مسافه صغيره حوالي نص انش بس هنا في الحته دهية قبل ما تخش في التينز. الحته دي بنقول على الميمبرنس يوريثرا خلاص. وبتبقى سراوندد بماسل اللي عندها اليوروجينيتال ايه دافريم معايا. امبدد في المصل ده هي في البالب يوريثرال جلاندز اللي هي كوبرز جلاند. الكوبرز جلاند اللي هي دي نفسها هي دي خلاص موجوده هنا. انما الدكت بتاعتها بتفتح فين؟ في الجزء بتاع اليوريثرا انهي؟ ممبرينز اللي جوه. لا مش في الممبرينز. ما هو ده السؤال ايه اللي عايزك تاخد باله منه. بصوا الجلاند اهي جنب الممبرينز يوريثرا اهي خلاص. انما الضغط بتاعتها بتفتح في الباينيال يوريثرا اللي هو هو الفينس. الضغط بتاعتها بتفتح في الباينيال يوريثرا اهي الضغط اهي ماشي؟ ماشي. يبقى هي حوالين الممبرنس يوريثرا بس الضغط بتاعتها بتفتح فين؟ في الباينيال يوريثرا. يعني انتوا عرفتوا دلوقتي ان ايه اليوريثرا ثلاث اجزاء بروستاتيك ممبرينس بينيال خلاص؟ small glands that lie on either side of membranous urethra, they open into the pineal urethra, they produce alkaline secretion, protecting the sperm. طبعا كل ما الفلويد زاد كل ما السبرم بتسبح اكتر. Lubricate the tip of the penis. Lubricate the tip of the ايه؟ يعني اول secretion في عمليه الانتركورس في بداياته خالص في الاول قبل ما يبدا مجرد الاستيميوليشن بيبدا يبقى فيه سكريشن تطلع من البالب يوريثرا. اخر حاجه عندنا هنا الفينوس. وانا بقسم الفينوس لجزء ايه هما؟ الجزء اللي ده اللي هو ريليتد للايه؟ للبون ده يبقى ده اسمه الروت. والحته الايه؟ الفري ديت بتبقى اسمها الباتشي. يبقى في روت وفي ايه؟ باتشي خلاص؟ هما الاثنين حاجه واحده. بمعنى ايه؟ ان الروت متكون من ثلاث حاجات خلاص. بالب وتو كروري. البالب بالب وتو كروري كرورا يعني كروري خلاص. البالب اكستندز انتيريور عشان يعمل حاجه اسمها كوربس سبونجوزا. والكروري اكستندز انتيريور عشان تعمل لي ايه؟ الكوربس كافرنوزم. كوربس كافرنوزم هي حاجه واحده خلاص. يبقى الجزء الفيكسد اللي ماسك في البول هنا ده الروت والفري بارت البالب خلاص. لما نيجي نبصوا هنا هنلاقوا الروت ده هو الحته دي اسمها بالب والاثنين دول اسمهم ايه؟ كرورا. كرورا وجمعهم كروري خلاص. البالب ده هو الاكستنشن بتاعه قدام كوربس سبونجوزا. والكوربس سبونجوزا هيبقى حصل له انلارجمنت عشان يعمل لي الايه؟ الجلانس بينس. الجلانس بينس اللي هو ده خلاص. نيجي بعد كده على السايدز هنا في ايه؟ كروري ماسكه في الايه؟ في البيوبيك ارش هنا ماسكين في البيوبيك ارش. ودي عليها مصل مغطياها ودي عليها مصل مغطياها هتاخدوها مع الدكتور نادر خلاص. يبقى انا عندي بال كمل كوربس سبونجوزا وعمل لي هنا جلانس بينس خلاص. تو كروري الاكستنشن بتاعهم في الفري بارت هنا اسمها كوربس كافرنوزا او كوربورا كافرنوزا. كوربورا كافرنوزا خلاص يا شباب. يبقى الروت اند تو اند فري ايه بارت. الروت ثلاث حاجات والفري بارت الاكستنشن بتاعها ببساطه شديده خلاص. طيب لما نيجي نبص على اليوريثرا بتخش البينوس ازاي في انهي واحده منهم؟ بتعمل ترافيرسنج للايه؟ للبالب.
بتخترق البلك وتنشي فيه، وبعد كده بتنشي في كوربس سبونجوزا لحد ما تفتح في التيب بتاعت الجلانز بينس. في التيب بتاع الجلانز ايه؟ بينس. الدول الإسلامية كل الشباب وهم صغيرين بيتطهروا سيركمسيجن، صح؟ يعني ايه سيركمسيجن؟ ده دي ازاي؟ احنا بنبصوا هنا هنلاقي الجلانز اهو، خلاص، وهنا ايه الفتحه بتاعت الاكسترنال يوريثرال ميتس. الاكسترنال يوريثرال ميتس، في عندي سكين ماشي كده، واخد بالكم؟ ده البادي اهو، خلاص السكين جاي كده، واخدين بالكم؟ شايفين السكين ده؟ ده في الاجانب بيبقى موجود، بيفضل موجود عندهم، اسمه فور سكين او البريبيوز. فور سكين او ايه؟ بريبيوز. احنا عندنا بقى في الاسلام من قبل ما نكتشفه كطب يعني ان هو بيطلع سكريشن ممكن تكون كارسينوجينيك للسيرفكس بتاع اليوترس، واخدين بالكم من قبل الكلام ده، هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ الشباب الرجاله يطلعوا، صح؟ فبيحصل ايه؟ بيشدوا السكين ده كده ويقطعوه بحيث ان هو ايه؟ الفتة دي تتشال. ده كده يتشال. خلاص؟ فالسكين بيلحم هنا ويلحم هنا. خلاص؟ فالجلانز فينوس بيبقى متعافي. واضحة؟ واضحة كده؟ خلاص؟ هنا ده السيركمسيجن. هو ده اسمه ايه؟ سيركمسيجن. ان انا بقطع الجلد ده واشيله، بقطع الجلد ده واشيله، والجلد اللي هنا دوت بيلحم هنا، والجلد اللي هنا بيلحم ايه؟ هنا، والجلانز بيبقى متعري. هو ده الاسلام. هو ده المسلمين كلهم بيعملوا كده، اللي هو ايه؟ السيركمسيجن. واضح يا شباب؟ الجلانس حديته ايه يعني من ناحية ايه؟ اولا طبعا بيفتح في الاكسترنال يوريثرال ميتس عشان اليورينيشن يبقى ايه؟ اسهل واحمر. في اللعب الكورة يقول لك في واحد اسمه راس حرب، صح؟ راس الحرب، صح؟ والسهم بيعملوا له ايه؟ كده، مظبوط؟ طب البينس ده معمول لايه؟ لحاجتين، عشان تعمل يوريشن وعشان تعمل ايه؟ الانتركورس. طب في الانتركورس ده كده اسهل وافضل ولا لما يحط واحده كده؟ ايه رايك انت؟ يبقى ليه فايده؟ دي فايده اساسيه طبعا في الحياه، صح ولا لا؟ صح طبعا. خلاص عرفنا دلوقتي، فهمنا الجزء اللي شرحناه، خلاص الروت معمول من ايه؟ والبازل معمول من ايه؟ الارتيريا سبلاي ده السكشن. بصوا خلي بالكم البينس وهو في وضعه كده، ده الوضع ده دورسال وده ايه؟ فنترال. ده الوضع الاناتوميكال بتاعه، ماشي يا شباب؟ ده دورسال وده فنترال، فهمتوا؟ طيب نشوفوا مع بعض كده سكشن. السكشن بتاعنا بيقول ايه؟ السكشن بيقول ان ده كوربوس سبونجوزا واحد بس بيبقى فنترال، وتو كوربورا كافيرنوزا دورسا. خلاص؟ واضح؟ الارتيريا سبلاي الديب ارتري او السنترال ارتري اهو، في دورسال ارتري اهو، خلاص؟ اليوريثرا هنا في الكوربوس سبونجوزا على السايدز بتاعتها في ارتريز اسمها يوريثرال، يبقى كم ارتري؟ ثلاثة. اللي هو ايه؟ سنترال او ديب ودورسال يوريثرال، صح؟ السنترال او ديب اهو، الدورسال اهو، اليوريثرال هنا، ماشي يا شباب؟ طب الارتري اوف ايه؟ عندنا ديب ارتريز اوف ذا بينس، دورسال ارتري اوف ذا بينس، يوريثرال ارتريز، وفي حاجه اسمها ارتري اوف ذا ايه؟ بال، بس مش باين هنا، ارتري اوف ذا ايه؟ بال، خلاص؟ الارتري دي كلها برانشز من ارتري اسمه ايه؟ انترنال بيودنتال ارتري، انترنال بيودنتال ارتري.
والانترنال بيودندال ارتري دهوت لما تاخدوا الاسكيوريكتال فوسا تاخدوها ان شاء الله هتعرفوا حاجه اسمها بيودندال كنال ماشي فيها ارتري اسمه انترنال بيودندال ارتري ونيرف اسمه بيودندال نيرف. خلاص يبقى الانترنال بيودندال ارتري عطانا الارتري الارتري سبلاي فيز. الفينوس درينج عندك سوبرفيشال دورسال فين وديب دورسال ايه فين والسوبرفيشال دورسال فين اللي هو سوبرفيشال للفاشيا وديب دورسال فين اللي هو ديب للفاشيا. خلاص طبعا دوت السوبرفيشال دورسال فين ده بيكمل في حاجه اسمها سوبرفيشال اكسترنال بيودندال ايه ارت فين وده بينتهي في الفيمور. خلاص اما الديب دورسال فين اوف ذا بينس ديب دورسال فين اوف ذا بينس فينتهي في البروستاتيك فينس بلكسس يبقى عندي سوبرفيشال وعندي ايه جي يبقى الارتريس اربعه والايه والفيز طبعا في الهيستولوجي السكشن ده هيشرحه لكم بتفاصيل اكتر ويعني ايه الهيليكال ويعني ايه الريكشن بيحصل ازاي. الليمفاتيك درينج السكين بتاع الفينس بيعمل درينج لمكان والديب تيشو بتعمل درينج لمكان تاني. السكين بتاع الفينس عامل زي السكروتم كده يروح فين؟ سوبرفيشال انجوينال ليمف نودز. اما الديب ستراكشرز بتنتهي في الانترنال ايليك ليمف نودز. يجري النيرف سبلاي في باراسمباثيك من حاجه اسمها بيلف سبلانتري كيرفز اللي هي النيرفس اريجنس اس 2 ل 4. اما السمباثيك من انفيريور هايبوجاستريك بريكسس. السمباثيك من انفيريور هايبوجاستريك ايه؟ بريكسس. يبقى انا عندي هنا الباراسمباثيك ليهم اسم بيلفيك سبلانكنيك نيرفس من 2 ل 4 اس اس 2 ل 4 خلاص؟ والانفيريور هايبوجاستريك بريكسس بتدي سمباثيك سبلاي خلاص؟ علشان واحده تعمل اريكشن اللي هي البارا سمباثيك وواحده تعمل ايجاكوليشن اللي هي الايه؟ السمباثيك. سهل الكلام ده؟ كده خلاص خلصنا ايه؟ النظري كله. في اي سؤال؟ بتميز. بصوا يا شباب كلكم كده. بصوا يا شباب هنا ده ترانسفيرس سيكشن ده ترانسفيرس سيكشن. بصوا على الترانسفيرس سيكشن ده كده معايا. فين البتاع بتاع اللي بلف ببص فيه البوينتر؟ بصوا ده ترانسفيرس سيكشن ده الانترتستس والابيديدمس هنا لاترال وميديال هيبقى ايه الفاس يعني الفاس ميديال للابيديدمس خلاص والاثنين بوستيريور للتستس. التيونيكا فاجينالز بص دي الفيسرال لاير شايفين ماشيه ازاي؟ اهي 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 دخلت هنا بين التستس والابيديدمس في الحته دي واخدين بالكم؟ الحتة اللي انا بشاور عليها دي اسمها ساينس اوف ابيديدمس. ساينس اوف ابيديدمس الساينس دوت بيعلم لي اذا كنت لاترال ولا ميديا ماشي عشان الايه البسره اللي ماشيه هنا كده بصوا ماشيه ايه وريفلكتد كده تبقى برايتل بعد كده برايتل 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 ها فيسرال وبعد كده الساينس وبعد كده نكمل يعني هذه لفت هذا رايح السينس موجود لاترال ومش موجود ميديا ده كان لاترال خلاص يبقى لازم احط السينس ده لاترال ماشي والسبرماتيك كورد فوق والتستس تحت ماشي والابيديدمس ايه؟ لاترال الابيديدمس طبعا بوستيري لاترال بوستيري بوستيري صح؟ هقرا لك فالدكتور هقدر احدد اللفت ما كده هتحدد إذا كان الساينس لاترال والتستس انتيريور والسبرماتيك كورد الفين صح؟ ده الساينس واضح محلك وبينكم هنمسك لكم عينه عينه ونوريكم اللي فيها ماشي؟ هنا العينه دي ايه اللي باين قدام عينيكم هنا؟ دي هي بلادر ماشي؟
يبقى اللي تحت اليوراي بلادر يبقى ايه؟ بروست. كده كده كله شايف؟ طب هنا ايه؟ يوراي بلادر. هنا ايه؟ بروست. هنا سيستس. هنا ابيديدمس. يا راجل كوماشين ابيديدمس ده فاز ديفرنس. شايفين البروستاتيك بتاع ده؟ سوري البامبيني فورم بريكسس اوف فينز. تمام. هنا ده انتيريور كده السيمسس بيوبس اهو. ماشي. لما جاي ابص بوستيريور شايفين السيمينال فيزيكال وشايفين الامبولا. الامبولا بتاعت الفاز. فاز. تمام. طب نشوفه هنا. من هنا ادي يوراي بلادر صح؟ دي البروستات جلاند والبروستاتيك يوريثرا صح؟ ده البالب حق البينس ده بتاع البينس صح؟ وداخل فيه اليوريثرا اهي صح كده؟ البالب خلاص؟ والايه والبالب بيكمل كوربس كافيرنو سبونجيوزا ما وعامل لي الايه الجلانز. اما الفايلوت ده يبقى ايه؟ الكوربورا كافيرنوزا. كوربورا كافيرنوزا. تمام كده؟ واضحة؟ واضحة. طيب العينة دي فيها حاجة ولا سهلة؟ فيها. طيب. هنا انتوا طبعا باصين معايا على العينة ده هي صح؟ طبعا هنا التستس والإبيديدميس واضحين مظبوط. وهنا السبرماتيك كور ده الانتير ابدومينال وول ده خلاص. شايفين هنا السبرماتيك كورد ماشي جوه هنا في الانتير ابدومينال وول عامل لي حاجه اسمها الانجوينال كنال. ودي الفاز ديفرنس. الفاز ديفرنس جوه هنا مش باين بس بدا يظهر هنا اهو شايفينه. ادي الفاز اهو خلاص. الفاز الفاز ده شايف الفاز خلاص. شايفين الفاز راجع على ورا ازاي اهو. ادي اليوريتر اهو شايفين اليوريتر عامل هوكنج اليوريتر شايفين رايح وخلف عامل من فوق اليوريتر كده راجع لورا. ده الفاز ده. ده الفاز ديفرنس خلاص. تمام. طيب هنا الفاز في الحته عند الانتير ابدومينال وول دي السوبرفيشال انجوينال رينج الفتحه اللي انتوا شايفينها دي السوبرفيشال انجوينال رينج. والفتحه اللي هنا دهيت اللي طالع منها الفاز الديب انجوينال رينج. يبقى واحده جوه واحده بره وبين الاثنين جوه الوول نفسه يبقى الكنال. ماشي. لما هنبص على يعني مجموعه منكم كده تبص هنا المجموعه اللي هنا دي هتبص على الفاز ديفرنس هنا هتلاقي في ارتري ميديال لو اهو شايفينه هو عامل له هوكينج اللي هو اسمه انفيريور ايه بيجاستريك ارتري الفيديو ابيجاستريك عشان لما تفهموا النظري شفتوها خلاص. ادي الفاز اهو وادي طبعا سوبرفيشال انجوينال رينج الفتحه اللي طالعه منها دي السبرماتيك كورف وادي الديب انجوينال رينج خلاص. هتلاحظوا ان الفاز ديفرنس ده في ارتري ميديال لو شايفينه. شايفين الارتري ده هو عامل له هوكينج. الارتري ده اسمه ايه؟ انفيريور ابيجاستريك ارتري. انفيريور ابيجاستريك ارتري خلاص. يبقى انا عندي هنا السبرماتيك كورد. طبعا احنا لو رجعنا بسرعه كده هنلاقي ان السبرماتيك كورد معمول من ايه؟ فاز ديفرنس ارتر اوف ذا فاز تستيكولار ارتري بامبين فورم بريكسس اوف فينز. لا المسل كفرنج ده اللي بنتكلم كونتينتس بتاعته خلاص. والفيستيج وعندك والليمفاتيك فيسلز والسمباثيك نيرف فايبرز والفيستيج اوف بروسيسس فاجينالز صح؟ الكفرنج بتاع السبرماتيك كورد وهو دلوقتي الفاز سواء الفاز طالع كده او الارتري والفي والارتري والايه والنيرف داخلين كده اي حاجه طالعه كده او داخله كده متجمعين مع بعض ومعديين من انجوينال كانال صح؟ وهم معديين من انجوينال كانال وهم معديين كده خدوا كفرنجز من الايه من الوول ده اهو ثلاثه كفرنجز اللي هم ايه؟ اكسترنال سبرماتيك فاشيا كريماستريك مسل اند فاشيا انترنال سبرماتيك فاشيا ماشي؟ ماشي. طيب الرسمه هنا طبعا موضحه لك جدا البروستات فين السيمينال فيسكل فين الفاز ديفرنس فين. ها في حد مش عارفهم؟ السيمينال فيسكل الفاز البروستات في حد مش عارفهم هنا؟ واضحين. السيمينال فيسكل وين هذيك صح؟ السيمينال فيسكل اهو راسه ساكيوليتد في حد اللي مش عارف يميزهم زي زميلك ما قال كده يقول لي ها سيمينال امبولا اوف فاز سيمينال امبولا اوف فاز. طب السيمينال فيزيكال والامبولا اوف فاز مع بعض اتحدوا مع بعض عملوا لي حاجه اسمها ايه؟ هنبينها هنا الايجاكيوليتور داكت مش باينه مش واضحه خلاص؟ طيب واضح الكلام؟
في حاجه مش واضحه؟ طب نفتحه كده مع بعض. شايفين البروستات؟ شايفين الايه هنا برضك مش باين الايه ايجاكولاتوري داكت مش باينه. في حد شاطر يقول لي ليه مش باينه الايجاكولاتوري داكت هنا؟ لانها جايه من اللاترال جوه، فهو هو ميديكال انا سيكشن. انا واخد سيكشن في النص بالظبط صح؟ ايجاكولاتوري جايه كده والثانيه جايه كده صح؟ فلما اعمل سيكشن في النص هتبان الايجاكولاتوري داكت؟ صح ولا لا؟ هنا ادي واحده نفس الكلام اهو. ده يوريا بلادر اهي صح؟ والبروستات اهي ها؟ السيمينال فيزيكال والامبولا اوف ايه؟ فاس صح؟ وطبعا الايجاكولاتوري داكتس هتفتح في الايه؟ جوه البروستات. تمام. هنا انا ده بصوا بصوا انا عملت ايه؟ شايفين؟ فين اللي قدام وفين اللي ورا يا شباب؟ ورا دي ورا دي بي بوستيريور ودي انتيريور صح؟ صح ولا لا؟ عملت سيكشن ايه؟ كورونا الايه؟ سكشن صح كده؟ طب يبقى انا اللي هيبان لي ده الانهي وول في البروستاتيك يوريثرا البوستير وول. شايفين البوستير وول كده؟ بص عليه في ايه؟ شايف ايه؟ الكريست والكريست في اليفيشن على السايدز بتاعته في ديبريشن باينه ولا مش باينه؟ واضحه ولا مش واضحه؟ بصوا كده دققوا كده وشوفوا شايفين ايه في البوستير وول بتاع البروستاتيك يوريثرا؟ صح السيمينال كالكيوليس شايفين حاجه اليفيتد؟ شايفين على السايدز في حاجات داخله جوه؟ خلاص؟ طبعا الاوبننجز مش باينه انما انا اللي باين قدامي ايه؟ اليوريثرا كريستو في نصه في ايه؟ ال سيمينال كوليكلاس وعلى السايدز في ايه؟ ديبريشنز صح؟ ده البوستيريور وول بتاع البروستاتيك يوريثرا بوستيريور وول بروستاتيك يوريثرا نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا هنا دكتور خلاص هنا بقى ده البامبي البينك كالر دهوت البينك كالر دهوت احنا بنقدر نعتبر عليها التونيكا ايه التونيكا البوجينيا صح واللون الخارجي دهوت الفيسرال لير اوف تونيكا فاجينالز صح طيب نيجي بعد كده التونيكا البوجينيا ورا هنا تبقى ثيك تعمل دي ميدياستاينم صح؟ ريتي. اللي طالع منه ايه؟ سبتم. سبتم. خلاص؟ اللي هنا الاحمر ده هو سيمينيفراس تيوبيولز اللي هي بتطلع لي ستريت تيوبيول اسمها تيوبيولاي ريكتاي، تيوبيولاي ايه؟ ريكتاي. بعد كده الميدياستاينم ده التيوبيولاي ريكتاي لما بتخش جوه الميدياستاينم بتتكسر لكانالكيولاي صغيره اسمها ريت تيستس، ريت ايه؟ تيستس. خلاص؟ الريت تيستس ده هي بيطلع منه داكتس صغيره داكتيولز صغيره اسمها افرنت داكتيولز شايفينها من حوالي 12 ل 20 افرنت داكتيولز الافرنت داكتيولز دي بتفتح فين في الداكت بتاعه الايبي ديدمس صح كده نيجي بقى هنا للعينه اللي قدام عينينا دهيت ده ايه ده اللي انا ماسكه صح طبعا انتوا لو ايه مسكتوا الايه الفاز ديفرنس ده هتلاقوه زي الحبل تخين كده ماشي وميه جامد ماشي طب هنا ده ايه ده؟ تستس وايه ده؟ ابيديديمس طيب انا ديت عايز اعرف رايت ولا ليفت؟ هعرفها ازاي؟ فين الساينس اوف ابيديديمس؟ باين هنا ساينس اوف ابيديديمس في حاجه؟ في باينه هنا حاجه؟ طب هنا؟ لا شايفين دي؟ شايفين ده اللي بدخل ايديا فيه ده هو ده الساينس اوف ايبي ديدمس شايفين الساينس اوف ديدمس شايفين خلاص الساينس اوف ديدمس ده اللي بين التستس والابيديدمس ده اسمه الساينس خلاص ده بيبقى لاترال يبقى ايه لاترال يبقى لو حطيت ده لاترال والتستس اوريدي قدام والابيديدمس ورا والسبرماتيك كورد فوق يبقى دي رايت صح ولا لا؟ صح السبرماتيك كورد فوق التستس انتيريور يبقى ديديمس ديديمس بوستيريور خلاص؟ طب برضك انا ممكن احطها كده ممكن احطها كده صح؟ انا لازم اخلي الساينس اوف ابيديديمس ده لاترال طب السوماتيك كورد مو لازم يكون ميديا ايه؟ السوماتيك كورد مو لازم يكون السبرماتيك كورد فوق معلق التستس فوق قصدك الفاز ديفرنس الفاز ديفرنس مش كل العيانات بيبقى واضح ماشي؟ كده ماشي؟
ممتاز. طب ده عينة هبصوا شايفين التونيكا فاجينالس لسه موجودة شايفين البرايت اللير بتاعتها هاي دي البرايت اللير أنا فتحت البرايت اللير كده وعملتها كده خلاص فين الساينس اوف ايبيديديمس باين هنا ايوه فين هو تحت الدكتور فين تحت جوه ايوه امال ده ايه هذا فاجينالس لازم يكون بين التستس والايبيديديمس يا شباب هنا هل في حاجه بين التستس والايبيديديمس فين الايبيديديمس هنا مش عارف دكتور فين هو ما نشوف دكتور فين هنا فين الايبيديديمس هنا هذا اللي ورا موجود باين قدام عينك في الرينكرز بس امال هنا ايه واضح بادي نفسه واضح خلاص هو دكتور الايبيديديمس وده الساينس اهو صح؟ نفس الكلام ده باين هنا؟ لا شايفين حاجة هنا؟ خلاص؟ يبقى هنا لازم ادور على الساينس اوف ديديمس الناحية دي بص هنا مش موجود الناحية دي موجود صح؟ خلاص؟ يبقى ديت ايه؟ لما اجي اعلقها كده برضك دي تبقى ايه؟ رايت خلاص؟ يبقى هنا ايه؟ عبد الودود حظكم بقى جاب لكم اتنين ايه؟ رايت نخلي الليفت هناك عشان ايه؟ تتلخبط بس هل هتتلخبط مش هتتلخبط ليه التستس انتيريو الايبيديديمس بوستيريو السبرماتيك كورد فوق تدور على الايه السينس اللي بين الاثنين اخليه لاترال ماشي طيب هنا هل في حاجه باينه مش عارف جايبها ليه ولا واحده هنا طبعا مش باين حاجه ليه عشان هنا البرايتن لاير موجوده صارت بس مين اللي فاضل التونيكا فاجينالس ماشي التونيكا فاجينالس ده كده السبرماتيك كورد ده ماشي الايبيديديمس مش باين هنا التونيكا فاجينالس موجود البرايت اللير هنا مش حلو العينه دي مش كويس خلاص خلاص يا شباب اهو تعالوا بصوا على العينه دي ايه رايكم دي رايت كل واحد يمسكها ويقول هنا ويقول كده مع نفسه يقرر وبعد كده نشوف طبعا عينه دي واضحه طبعا في حاجه الاحمر وش اللي صار لا ده لا الاحمر البلاتر خلي بالك اللي تحت دي البروستات ها طب دكتور كوبرز جلاند كوبرز جلاند بس هقول لك مكانها فين هنا كان يبقى هنا بالصوت بس يبقى لاترال لاترال طب سيكش انت عندك هنا بص بص هنا دي البروستاتيك يوريسترا وديت ودي الباينيال يوريسترا خلاص بين البروستاتيك يوريسترا والباينيال يوريسترا من اول ما تخش هنا في مسافه شايفها دي الممبرانوس يوريسترا هنا مكانها هي دي صح هو هنا حاططها بس انا مش صح وحاططها بس عشان تبقى اسمها موجوده كل واحد يشوف كل واحد يشوف طبع طبع لازم تطبع القاعدة التستس انتيريور الايبيديديمس بوستيريور الساينس لاترال السبرماتيك كورد فوق ليفت رايت يلا اقعدوا فكروا فيها فكروا فيها لا 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 رايت رايت هذه الساينس هذا هو اللي بيديمس خليه وراء والساينس خليه لاتر امسكها وشوف صارت رايحة مو طبيعي هذا عنده مم.
لا دكتور لاترال. ايه رايكم انتوا؟ ايه المجموعه اللي هنا شايفين هنا ايه؟ انتوا المجموعه اللي هنا شايفين ايه؟ هذا رايت ولا ليفت؟ رايت. بس سمعت ليفت ليفت ولا رايت؟ رايت. ها؟ وريني كده. انت فين التستس؟ فين الابيديديمس؟ ده فين السبرماتيك كورد؟ خلاص يبقى ده انتيرو وده بوستيرو وده ايه ده فوق. ممكن تتحط كده ممكن تتحط كده. صح الساينس لازم يكون لاترال. فين الساينس؟ الساينس اهو صح. لازم يكون لاترال. يبقى ينفع كده ولا تنفع كده؟ مظبوط. هنا طبعا احنا عندنا ما فيش حاجه هنا يعني نتفرج عليها كتير. البينس طبعا بشكله ايه المعروف. والبروستات جلاند يا شباب اهي شايفين البروستات جلاند. البروستات جلاند خلاص دي البروستات. هي دي البروستات اللارج شويه عنده. خلاص اهي هي دي. ايوه خلاص. طب شايفين بقى الجزء اللي ايه اللي في الخلف ده؟ شايفين دي اليوريناري بلادر. خلاص شايفين دي يعني تحت البروستات. الفيسكل السمنال الفيسكل صح. ودي سمنه بسكيل ثانيه. خلاص واللي جنبها دوت الفاس. ماشي بيلا. خلاص خلاص كده. يبقى ده الايه بروستات جلاند يورينري بلاتر السمنه بسكيل. وده الفاس ايه ده فرنسا هنا اهو. اثنين اهمت واثنين سمنه بسكيل. خلاص المجموعه اللي هنا دي طبعا اليورينري بلاتر. دي البروستات جلاند. واللي ورا البيورينري بلادر دولت هيبقوا ايه؟ هذه السيمينال فيسكلز والفتحه والدكتس هي بتاعت الايه؟ الفاس ديفرنس. الفاس ديفرنس خلاص؟ يبقى دي البروستات لا ما ننساش. تمام؟ سهل الكلام بتاع النهارده؟ سهل. طب ممكن تقعدوا تشوفوا كده بعد بشويش وتعرفوا التستس دوت بيتعرف ازاي؟ اشرح التستس انا معلم. التستس ده؟ ده انا مش هشرح انا هسالكم. ده ايه ده؟ وده ايه ده؟ وايه ده؟ وايه ده؟ ها؟ فتحه. ادي التستس وادي الابيديديمس. لو جبت اي حاجه ودخلتها بينهم ودخلت بينهم كده يبقى ده الابيديديمس المكان المفتوح. خلاص؟ طب نيجي نطبق هنا. هل انت تقدر تدخل حاجه هنا؟ لا ابدا. يبقى عرفت مكان الساينس؟ يعني لاترال الساينس لازم يكون لاترال. حلو خلاص. يبقى ديت رايت ولا ليفت؟ رايت. رايت تبقى رايت. يبقى كده تمام. بس انا بشرح لكم لازم بنفسكم تمسكوا الثلاث عينات الاثنين دولت والعينه ده هي وبنفس كل واحد بنفسه يحطها ويشوف ايه هيعرفها ولا مش هيعرفها. خلاص يعني في خمس دقايق هتخلص. اتفضل. في شيء هنا دكتور خلاص. انت بالنسبه لك في حاجه شايف انت هنا هنا ما وريتها لكمش يمكن المجموعه اللي هنا دي ايه دي؟ بلادر. ايه دي؟ سهلة؟ مش حاجة تانية. هنا يا شباب ايه دي؟ بلادر. وايه دي؟ بروستيت. بروستيت ماشي؟ سهلة؟ زي كمان بعض صح؟ الايه؟ السمنة الفيسكيل اهو. في واضح. وانا؟ اهو. شوية. اه السيمينال والفاز اهو. السيمينال والفاز ها هنا زميلكم بيسال على السيمينال والفاز اهم. شايفين موجودين؟ اه فين هم؟ فين السيمينال؟ هنا. وفين الفاز؟ قدام متجلو. ايوه خلاص يا شباب تعالوا بقى شوفوا التستس كده قبل ما نمشوا. ماشي يلا اتفضل علي. بدي لا 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 لا